بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجعنا مع بعض تاني النهاردة، بس النهاردة أنا مش هعمل أكل ومش هعمل حاجة، أجازة النهاردة، أنا أجازة حاليا. إحنا في مطبخ ماما، ومعانا ضيف النهاردة عزيز وغالي، هيجي يعمل لنا حاجة حلوة، هيعمل لنا كنافة بالمانجا. وحذروا فزروا هو هيكون مين، ولحظات وهيطلع معانا. وأتمنى إن إحنا نكون ضيوف خفاف عليكم، وهنكبر قناتنا بيكو، ونشوف مين الضيف اللي معانا. يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقدم الحلقة ديت إهداء مني لأختي الصغيرة وحبيبة قلبي وبنتي، ربنا يسعدها ويسعد أيامها يا رب، ويكون دايما في سعادة وتوفيق في الله. الحلقة ديت هنعمل إن شاء الله فيها كنافة بالمانجا، ولحظ السعيد، وياريت أكون ضيف خفيف عليكم في قلب البرنامج. أقدم معاكم حلقتين تاني بعد الحلقة دي بإذن الله تعالى بدون مقاطعة. والحلقة ديت هقدم فيها كنافة بالمانجا، وهنعملها طبعا أكيد كلكم تعرفوا إن في كنافة بالكريمة. الكريمة المرة دي هنعمل كنافة بالكريمة بعصير المانجا، بعصير المانجا واللبن، مع ان هي هتكون حشو داخلي مانجا وحشو خارجي من فوق في التشطيب في الفينش بإذن الله، مانجا برضو بإذن الله. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تعجبكم، وتكون يا رب تنال إعجابكم جميعا، وأتمنى إنكم تجربوها بإذن الله. ونبتدي احلى شيف والله يا حبيبي، ونبتدي عشان ما نطولش عليكم كتير. تسلمي يا حبيبه قلبي. معانا 1 كيلو سكر مع لتر ميه مع عصير ليمونه، ونعمل بيه العسل ويكون تقيل جميل دوت، هيبقى للكنافه باذن الله. مع 2.5 مجين مانجا، عصير مانجا، سكر خفيف قوي قوي قوي، مع 1.5 مج ميه، مع مانجايه كبيره وتضربيها في قلب الخلاط، مع 1 كيلو لبن، مع مانجايه وزن من ربع ل 350 جرام مانجا تتقطع كده مكعبات، دي هتبقى في الكريمه باذن الله، مع 5 معالق دقيق هنعملهم بدل النشا مع الكريمه باذن الله. وديت المانجا اللي هتبقى باذن الله هتتقطع، هتبقى في الحشو الداخلي وفي الحشو الخارجي باذن الله. ودوت من كيلو لربع كنافه ل 850 جرام كنافه ومتقطعه نفس الطريقه، عشان تبقوا عارفين لازم تتقطع كده عشان تبقى تجيب معاكم النتيجه كويسه، ولو ما اتقطعتش كده ما تنفعش. يعني مش ممكن يحطوها في الفريزر والتلج ويكسروها عادي عشان تكون اسهل عليهم؟ تتحط في الفريزر وتطلع تبرد، يعني تتهوى وما تبقاش ناشفه وانت بتكسريها، لو بقت ناشفه مش هتبقى بالمنظر ده. لازم تبقى يعني تتهوى الاول من التلج وتبقى طريه. يبقى انت بعد كده تتقطع قطع صغيره جدا جدا جدا، جميل، وتجهزيها وهوريكم بعد كده باذن الله. يبقى مش زي الكنافه بتاعتنا العاديه اللي بنخرجها من الفريزر ونكسرها، ديت لازم تكون متقطعه قطع. مع حضرتك. جميل. بعد كده ان شاء الله هنبتدي دلوقتي في اول حاجه هنعمل الكريمه بالعصير المانجا باذن الله. تعالوا معانا. نيجي معاك. يلا معانا بقى نكمل. تعالوا. يلا بينا. كده اللبن بيغلي على النار. معانا 5 معالق دقيق مقلبينهم في 1/2 مج ميه. ممكن نقلبهم باللبن بعد الميه؟ ممكن باللبن، ممكن بالميه عادي. جميل، بنقلبهم كويس. بسم الله. وتنزلي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بديل النشا. تسلم ايدك. تسلمي يا قلبي. هنا نزلنا بال5 معالق، هننزل بقى بالمانجا مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.
يعني احنا كده حطينا اللبن وحطينا دوبنا 5 معالق دقيق في نص كوباية مية ونزلنا بيها على اللبن، وبعد كده نزلنا بالمانجا. إن شاء الله. بسم الله الذي لا إله إلا هو الذي ملكوت السماوات والأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلب كويس جدا 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 لغاية ما تبقى كلها باين العصير المانجا فيها، وزي ما انتوا شايفين كده بتتقل جميل، واحنا عايزينها تقيلة متماسكة بس مش للدرجة اللي هي تبقى شديدة قوي فيها، عشان يبقى فيها مرونة في قلب اللقمة وانتوا بتاكلوها ما تبقاش ناشفة ولا شدة. طيب نكمل ونسيبها. نكمل تسويتها ونرجع تاني. اوكي ماشي، هكمل تسوية مهلبية المانجا اللي هنحطها في الكنافة وهرجع لكم تاني. السكر على الكنافة، بتبتدي تدعكي السكر بالكنافة جدا، لازم أساسا السكر ما يبانش من الكنافة. طب ده ليه؟ ده ليه؟ علشان أساسا السكر لو ظهر بتتحرق الكنافة، والحتت اللي تبقى باينة تتلسوع تتلسوع. لا احنا ليه بنحط سكر اصلا؟ السكر ما انا قلت دلوقتي هيخليها ذهبية، اللون الذهبي اللي احنا عايزينه، وفي نفس الوقت اللقمة تطلع مقرمشة وطرية في نفس الوقت، يعني فيها قرمشة بطريان، مش قرمشة اللي هي تعض أو تشد في البق تكون جامدة أو ناشفة، لا قرمشة وزي ما نقول إيه ناعمة وطرية وكلها حنية زيك كده يا شيف. ربنا يخليكي يا عسل. طيب عبال ما انت تخلصها نفسر ونرجع لهم تاني. اوكي ماشي، وهنرجع لكم تاني اما يكون هو عملها كويس بالسكر. رجعنا لكم تاني يا جماعة عشان الكنافة ايه ما بقاش فيها اصلا شكل السكر اهو ايه خالص، فيها السكر خالص ولا من جوه ولا من بره. جميل، ونبتدي بقى طبعا الصينية تبقى مدهونة زبدة بنفس المنظر زي ما انتم شايفين، تمام، والحيطان بتاعتها تكون فيها زبدة عشان تبقى كلها زي بعضيها. طب يا شيف احنا اكيد اللي بيتفرجوا علينا كتير ستات بيوت مش ما عندهمش ان هم هيعملوا كده زي ايدك لان ايدهم هتوجعهم طبعا. في صينيه بتبقى اصغر منها حجم صغير، بتخش جوه منها وتكبسيها وتدوس بيها وتدوسي بيها كده، لكن انا اساسا مش هعرف انا ادوس كتير، فانا عايز اخلص اللي في ايديا عشان ما اطولش عليكم واكون ضيف خفيف على البرنامج. تعملي حيطه من الكنافه علشان الكريمه تبقى في النص، ما تطلعش بره الكنافه من النص بنفس المنظر اللي احنا شايفينه ده. وهنحط الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا عامل كمية كبيرة بتاعت صينيتين، مش عامل كمية صغيرة.
عرفتي هنا ليه؟ هو بيقول لك اعملي حيطه علشان تحطي كريمه المانجا في النص عشان ما تخرجش منك وانت بتسويها. طيب حضرتك انت كده هتحط مانجا من دي؟ كنت هتنسى انت. دي مانجا بنغطي بيها الكريمة عشان هي اسمها كنافة بالمانجا وكريمة مانجا كلها على بعضيها مانجا في قلب مانجا. تسلم انت يا شيفي يا مانجا. تسلمي يا قلبي. كده تمام كده اهي، وتبتدي كنافة معاكي كده. كده بالمنظر ده طب كده حطينا الكنافة من فوق، هتدخل على النار ولا في خطوة تاني؟ هتاخد الزبدة من على الوش وهتخش النار، وبعد كده ارجع لكم بعد التسوية ان شاء الله وتشوفوها تبقى عاملة ازاي. ليه هي عملت ذنب هتدخل النار ولا ايه؟ لا اله الا الله، ما منا من واردها يا بنتي. ربنا يجعلنا من اهل الجنة. اللهم امين. كلنا وردينها وردينها. كنافة، نحط زبدة، عشان كده انت ما حطيتش على الكنافة معلش. زبدة اي مادة دهنية خالص. لا 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 لا، هي الزبدة بتتخلل الكنافة اصلا في التسوية بتاعتها وبتبقى كلها واخدة منها، فيها الزبدة كلها بتسيح في الكنافة. زبدة من تحت ومن فوق في النص، الحشو اللذيذ بتاعنا. تسلم ايدك. تسلمي. وكده هتدخل الفرن. وكده تدخل الفرن وهرجع لكم تاني اما تخرج واحنا بنسيها الشربات. الله وبركاته، احنا رجعنا لكم تاني يا جماعه عشان تبقوا تشوفوا الكنافه. كنافه ايه بعد ما خرجت من الفرن، يعني مستوية وقلبناها ما شاء الله ما شاء الله. جميل. وتسقي العسل. بسم الله الرحمن الرحيم. بنفس الشكل كده تحاولي ان جميع الاطراف كلها والعسل كله يتخلل الكنافة بنفس المنظر ده. جميل. ويبقى ايه الصينيه كلها واخده العسل بتاعها. طب لو انا مش بحب العسل كتير هو كفايه إيه؟ كده كفايه كده. العسل ده كفايه. لازم العسل لازم علشان اساسا الكريمه اللي جوه. جميل. وادي الصينيه بتاعتي. تسلم ايدك. تشرب العسل وهنقلبها في صينيه تاني، وبعد كده هنفنشها وتشوفوها في ان شاء الله في التفنيش الاخير. خمسة وراجع لكم. وكده يا جماعة رجعت لكم تاني عشان تشوفوا التزويق والفنش الاخير بتاع تورتة الكنافة بالمانجا. بجد ريحة والشكل رهيب. تسلم 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 ايدك يا حبيبي. تسلم يا حبيبة قلبي.
هنا يا جماعة هو قطع جزء من المانجا عمله سلايزات شرايح، والجزء التاني قطعه مكعبات. مانجا يا جماعة مانجا. طبعا يا جماعة احنا ممكن نحط كريز وممكن نحط حاجات ومحتاجات، بس طبعا وينفع نحط كريم جانتيه؟ ونحط كريم جانتيه ونحط كل اللي نفسنا فيه في الفينش دوت والتفنيش ده. تسلم ايدك يا حبيبي. كده نقول لكم بألف هنا وشفا جميل مع أول منتج لسيد جميل للسومة حبيبة قلبه جميل. ويا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت بجد والله أكون ضيف خفيف عليكم، وأنا آسف لو كنت لفظت لفظ يضايقكم أو حاجة تضايقكم أو حاجة شفتوها فيا زعلتكم. يا حبيبي ربنا يخليك يا رب. أنا آسف جدا، وأرجو يكون الفيديو يمتعكم وتستمتعوا بيه، ويا ريت تدوقوا كنافة بالمانجا الجديدة بتاعت سيد الحلواني. أنا بدوق أنا بدوق. تسلم إيدك يا حبيبي. تسلم يا حبيبي. باي.